نروح نشوف بقى تشكيله الاسبوع والافضل خلال الاسبوع اللي فات وهنشوفها مع حضراتكم جرافيك دلوقتي. الافضل سلوكيا وفنيا، مش فنيا بس. في حراسه المرمى نور نجاتي مواليد 2003، خط الظهر كريم فكري مواليد 2003، ما شاء الله 2003 ماشي يعني وبيأدي مباريات قويه. معاذ انور 2001 وعبد الله البستانجي 2005 ومازن اسامه 2003 باك ليفت. احمد نبيل كوكا في خط الوسط 2001، احمد شريف 2003 خط الوسط. تحت المهاجم محمد فخري مواليد 99، ميدو اسامه مواليد 2004، وفارس خالد مواليد 2005، ومحمد احمد بيسو مواليد 99 اللي احرز هدف الفوز في نادي الجونه مواليد 99. دي كانت تشكيله الافضل، افضل اللاعبين في قطاع الناشئين خلال الاسبوع اللي فات اللي تالقوا في المباريات وكمان قبل